فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الأفضل الإتيان بأذكار الصلاة؟ هل الأفضل الإتيان بالأذكار التي بعد الصلاة بعد الجلوس أثناء الجلوس، أم له أن يأتي بها بعد خروجه من المسجد؟ لا، الأفضل أن يأتي بها وهو ثاني الرجليه كما في الحديث، وهو ثاني الرجليه لا يأتيه في الصلاة، لكن لا صار له شغل ولا عجل ما في مانع أنه يقوم الشغل هو يأتي إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. نعم.